بنشرب ليه دلوقتي؟ وكأن ما ينفعش ما نشربش. طب خد نفسين يا معلم احسن شكلك فوت واسكت. ما اسكتش. هو احنا بنشرب ليه؟ انا خفت هفضل متعلق واتماد. فتكام رمضان ودماغي الواقفه بقت عادي. انا بضحك ليه مع ان كلامي ده مش افيه؟ انا تايه جدا ومغيب، ما بقتش بحس ليه دايما بنحب ذنوبنا. نفسي افهم بس، والله احنا نضاف من جوه ومسيرها تروق. احنا اللي سمحنا من الاول لشطلنا يسوق. ربنا بيحبنا يا جماعه. انا شكلي بفوق. يا عم عادي سجارة وكاس بننبسط مش اكتر، مش كل ما نيجي نقعد قعدة مع بعض نتكرر نفس الموضوع تعيد وتزيد في كلام ملوش وجود. انا خايف انا بموت حاسس اني مش موجود. ما تفصل ليش يا صاحبي يا ما سمعت منك كتير، وانت شكلك بتضحكني لما تعيش دور الضمير. بس الشباب بتتفصل وليك بتقول مش قصدي، القعدة كانت كوميديا فجأة اتحولت تراجيدي. ولع سجارة وانسى ما شكلك بالهموم، حسنات كتير في مزنة بقالنا 30 يوم ما جاتش من النهاردة. لو عالذنوب يا سيدي نفس عشان القعدة، معقول هتكسر ايدي؟ عايزك معايا فوق ما تقولش تاني فوق، بلاش كلام عبيط مفيش شيطان بيسوق. اشرب يا عم وانجز شوف كم نفس خسرته، هقابلك بكره نضحك على كل اللي انت قلته. مجاش اللي انت قلت عليه وغابت ضحكتك عني. وحشني يا صاحبي في غيابك، يا ريتك كنت تسمعني. انا الغلطان ما اقنعتكش ان الدنيا مش دايما وان اللحظه مش بايديك. ما كانش زماني بكتب لك ولا تنزل دموع عليك. هصلي لك وهدعي لك وهحكي لربنا عنك، هقول له ان انت اطيب حد وكل الدنيا بتحبك، وكان نفسك تخش الجنه بس شيطان تملي بيكره الانسان. وانا اتعلمت من بعدك اخلي كل يوم رمضان.